اللي بيخليني اقلب من شخص مسالم لشخص عدائي هو اذا حدا تعدى علي، تعدى على كرامتي، تعدى على اهلي، على اللي بحبه، اكيد بتحول لعدائي. بتدافع عن نفسي بشكل او باخر. الظلم بده يكون سبب كتير قوي، يمكن العدائية يعني، بس أنا بعامل العدائية بمسالمة أول شيء، بس لتوصل لمطرح معين بنفجر ويمكن تصير عدائية. مش أكيد منه بهالسوق الكبير، بس الشيء بيتعلق بعائلتي يعني ممنوع، خط أحمر. بس أمور ممكن تدق أو تتعلق بولادي، فإيه ممكن أتحول. الشغلة بتخليني أتحول من مسالم لعدائي المس بالعرض.